ثورة قامت في 25 يناير 2011، وكانت موجتها الأعظم في 30 يونيو 2013، وهناك دستور أقره المصريون في 2014. أقسم بالله أن هذا البرنامج لا يمت بصلة لا بالثورة، ولم يشن أهداف الثورة ولا مبادئها ولا حتى دماغها أبدا. وأقسم بالله أن هذا البرنامج لا يمت لهذا الدستور بأي صلة، لا بنصوصه ولا بروحه ولا بموانه. هذا البرنامج لا يعرف شيئا عن الفلاح المصري ومأساته، ولا العامل ومراراته، ولا المرأة ومعاناتها، ولا الشباب وإحباطهم، ولا العاطلين منهم ويأسهم، ولا حتى المعاقين وحقوقهم. الأهم أنه لا يعرف شيئا عن قسوة المرض وقهر الفقر. باختصار، هذا البرنامج لا يمت لأشواط المصريين في دولة العدالة بصلة. هذا البرنامج لا يمكن أن نسميه برنامج، لأن الفكرة به غائمة، والرؤية غائمة، والانحيازات تائهة، والأولويات مرتبكة، والآليات معدومة، والخيال فقير. هذا البرنامج استنساخ أرضى من برامج ما قبل حكومات ما قبل الصدر. هناك في الحياة معارك تخسرها وتشعر بالرضا انك خطأ. اعرف اني خاسر لهذه المعركة، اذ ان المجلس قد يتجه للموافقة، ولكن اقول وكل فخر اني ارفض بيان الحكومة. وشكرا. الله، برافو عليك.